يا ربي شكون خالي صافي شويه فوق شويه ماما ما اجمل مدينه مراكش ليلا سلامة شنو هاد الركبه ديالاش ديال العود ديال الكوتشي ها كوتشي كوتشي ديالاش كاتشي مول كوتشي شنو كوتشي كاتشي كاتشي كوتشي كيفي ديال الكوتشي عندك المشكله هذه ما دوا كيفاش الكاميرا ديال ماما لما الاضواء دائما كيأثروا على الكاميرا عندي انا ما عرفتش علاش شي غادي تصور شي ملي كيكون لوبسكيريتي ملي كتكون شويه ديال الظل تكون مزيانه الصوره ولكن دابا غادي شويه ملي كيكون الظل كيكون داك الريفتي سلام ما عندكش هاد المشكل صورة تليفون نعم تبارك الله عليك المهم هاد الطريق هذه كدير كيليز انا هادشي اللي عارف هذا شارع محمد الخامس شارع محمد الخامس هذا مزيان حنا على الكتبيه على الكتبيه معروفه هي المدرسه بن يوسفيه هذه غادي يريبوها وهادي عرفت بلا عبد السلام هاد الجرده سي بير بارك فيها الويفي فابور هادي مدرسه مولاي عبد السلام لا عرسه عرسه عرفتها هي الجنان حنا من مراكشين بلا ولكن راه سميتو سيبار سيبار مولاي عبد السلام سيبار كبار بون تاع الويفي هادي مجمع الصناعة التقليدية مجمع الصناعة التقليدية ما غاديش تكون الزيت يا ربي ايه ايه اجي تجي هنايا تجي حدايا ماشي مشكل بلاتي 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 نقول خليك دابا ربما غادي نحطو مشكل حنا غادي نبقاو في السقوف ايوا خير عاونيت كيفليك وي دا
دابا حسن نيت. الله هادي مزيانه كره هادي حسن. او الله يعطيك الصحه تري بيان اييه. ودابا حسن نيت تكون عندنا الركبه مزيانه ومرتاحه وفي نفس الوقت نتوانسوا كاين شي معلومه ما تبخلش علينا بها. ايوا مزيان حتى هو الزربات. احنا في جوله ليليه في مدينه مراكش الحمراء في ضيافه مول الكوتشي. الاسم اخي محمد. سي محمد مرحبا تبارك الله عليك. ورحنا ضياف عندكم نعمس. احنا من مدينه سلا تمارا الرباط سلا هذه كاع عندنا. اييه وكنظن هنايا هادو غير الجرادي غير الخضره هنا ما كاينش مازال شي. هادي كلها هادي بلديه بلديه. الخصائص ديال هاد الجرده قلتي فيها الويفي فابور. الويفي كي راه واحد لازم تما تاعكم صراحه حتى هي اللي بغيت تفرج لي بيجي شي عرض تاع هذا. اي العروض كدار في هاد العروض كيديروهم الجمعيات ولا كيديروهم جمعيات وجروب هادشي باش يساعدك. ايوا مزيان الله يعطيك ثلاثة سعادات تمشي وتحط في الماضي. هو فكرة مزيانة هادي. مراكش مزيان. ايوا مراكش مزيان ولكن خصو الفلوس. بالنسبة لا كاين واحد شوية ديال الغلا. وي عرفتي انا تسبق لي هو كاين بلايص اللي في مكان كاين. نعم نقول حنا زوقت به فاش يكون هذاك الشيء ثاني كيكون اكيد اكيد. اللي لاحظت انا من الثمانينات الان وقع واحد التغيير كبير لا في البنيه التحتيه ولا في المعيشه. هذا في المعيشه هذاك الشيء اللي كاين ديال المسكين. دابا راه ما بقاش ديال المسكين. السيد مسكين راه دابا مضروب. كاين اكسيدون هذا هنايا لا تضرب قدامي ودرت السيركوي الاولى والثانيه وهي الثالثه يلاه باقي ما جاتليش الطوموبيله. وراه بان لي البوليس هذه ساعتين تقريبا ساعتين للاسف. دابا قطع من ورايا هكا هنا اللي تكلم. شكون ضربوا؟ ضربوا شي حد؟ هو ما فوتيش في هذاك اللي بيدور ما فوتيش. دابا واحد صار من هنا من قدامنا وهو خرج منا هكا. هو دابا غادي في الطريق ديال المطر يعني غادي ولا يعني فاش كيتلاقى مع هذاك صافي هذاك الشيء اللي وقع مسكين تضرب. مرحبا الله يبارك فيك تبارك الله. نقولها بمراكش ياك مرحبا خيلة. دابا انتم عندكم على ياكلوا الكوزة الكنة ديالكم خاصة. مرحبا ياك مرحبا. هذه القضية ديال بايض فاب غيشعلوا صحيحة بصح. قالوا لي اول مره شافوا المراكشيين ستوب وبدا جلس وحده كيغنيو هو غيشعل هو غيطفى. ها وخبرك شنو القضيه. ها او بيت فاو بيت بزاف شي حوايج برك. ايوا المهم معاك كنقول احنا شي واحد بكاع كنقول هذه بغى يشعل. ايه تنقول احنا هذيك الشكوزه لا هذيك صح هنا كاينه هذه معروفه في المغرب كامل. هو شعل ولا غنشعلو او بيت فاو بيت. هذا السور ديال مراكش هو هذا السور ديال مراكش. كيف السور ديال مراكش؟ 24 باب السور اللي من مراكش القديم. دابا ها فوالا المدينه القديمه هذا دونك هذه حدنا هنا. دابا حنا في المدينه القديمه حنا نخرجوا دابا للمدينه الجديده. وغادي في الاتجاه ديال لاكار ياك؟ لا لا غادي نقولوا هذيك ساحه الحريه ونمشيو تحت في غلاش في ديال كازينو على صوب الجزائر. ها هي هادي دابا هذا باب النقب. هذا باب النقب. هذا نقول اجي نقبوه هي اجي نختصروا زعما نختصروا الطريق. بون وربما كانوا تي نقبوا من شي باب صغير كذا مع مراكش كان البيبان كيتسدوا في العشيه بحال بحال السلاويين. ايه كاع المدينات القدام كانوا كيتسدوا حمايه لذاك اللي لداخل لان كيوقع كيقولوا كيدخلوا كيهجموا عليهم. كانت القراصنه ولا كانت السيبه. الحمد لله كاين الامن. اللهم لك الحمد. سير ايه ايه هيا هنا كتبدا تحت الحرية. هاد لي زاكسيسوار اللي كاينين هنايا محطوطين
نعم يشاركوا بهم في هذاك الكوب 22 حسب البيئة والمناخ. الكوب 22 اللي كانت الرياض دونك هنا في هذه الكرة الأرضية في دلائل الشنطة تلبيك على وجهها. هذه عندها رمز زعما على انها ما فيهاش لا كالوريت لا كاش على البسكليت. اذا هنا فاش تقام داك لا ماشي هنا الاحتفال في بلاصه اخرى غير هو هذا يعني من بين المخلفات داكشي اللي جا اللي كان الديكورات اللي داروا صح يعني المهم ذكريات ديال كاين اللي ما عنديش فين تعيشنا هو هادشي صح ايه المهم هاد الكرة وبعض المناظر أخرى دارت في الوقيتة اللي كان عندكم الاحتفال ديال الكوب 22 إيه وربحتوا بزاف ديال الحوايج هاد يعني بالمناسبة دارت كم من الكوب أنت ما ربحنا واش لا أنت ما علاش نهضرو عليك نهضرو على لا درنا حنا درنا الإزهار لا زيرو لا دابا غنقول واحد القرن حنا ملي كنقولوا ربحنا ما تنهضرش على راسي المغرب ايوا على بلادنا على بشكل عام يعني ماشي ماشي بالضروره غادي يكون الربح يكون شخصي شي داعم ولا شي حاجه واش هذه مراكش اللي كنا كنعرفوا في السبعينات والثمانينات ايوا سالينا ايوا انت تبارك الله تخدم بالجهد ديال على كتافك بدراعك لا ماشي كنت الحمد لله ما هذيك الخدمه اللي كنا درنا ذاك النهار نعم ربما دازت فلوس وما جبناهاش حنايا شوف هذه ما كانتش انا في الثمانينات ما كانش هذا المنظر هذا الان فرحت ايه هذا راجع عرس بردعي هذا الرسائل هي جبده تحت البردعي البردعي واحد المقاول هذا بس نعم مقاول معروف مقاول ولا مقاوم؟ لا مقاول مقاول اذا عنده الفلوس لو عنده الفلوس نسميوه على سميتو مزيان هذه واحده اخرى كانت ديال دوم عيد ما عليكش دابا بغينا ندخلوا لي فيغداج هذا هو اللي باقي في مراكش لي زير لي فيرناج انا معروف هيك اوبيرات خمسه ديال اليوم في الدوري الاسباني هو حي قديم هذا لا انا هذا هو لي فيرناج هذا هو الحي اللي مزيان في مراكش هذا ملي كنهضروا على حي مزيان شنو هي لي كريتير شنو هي علاش كتكلم يعني شنو هما المواصفات ديال هاد تنهضر انا على النقه وعلى لي بروجي اللي كنتي هنا لي انترناسيونال معروفين فوالا ما فيه لي ستوراج ولي زونتين اللي معروفين عالميا مزيان معترف به اذا هنا كاين ديك القاعه الكبيره ديال ديال المؤتمرات لا ديك ماشي هنا كاين الشارع شارع فرنسا تخليتي شارع فرنسا دابا ولا سميتو شارع من المستاذ ولا حيدوا له حيد حيد فرنسا مزيان حيدوا الدوله ويديروا مزيان هذه هي اللي قبل كانوا قتلوا فيها داك بالقرطاس هنا هاد القيوه هذه داك اللي قتلوا بالغلط وباقي خدامه ولا سالات هي هذه اذا امامكم هاد القهوه اللي وقع فيها هاد جريمه قتل اللي مشى الضحية جوج ديال الناس لا هي واحد واحد اذا كانت مسدودة لحد الان هادي تاع الفومول الفاس راه كنت كيفاش وقع على هذا دابا جا الوقت ديال القهوة وما وجر الله نعم هي لا اله الا الله ايوا معنا مازال معنا السي متوكل من فرنسا كيقول لك مراكش زوينه زينه في الليل العريشي شكرا على المشاركه ما كاين مشكل حنا تقرا الاشاره قال لك السيد السي متوكل
سير لشارع محمد الخامس الا بغيتي تتمتع. فين هو شارع محمد الخامس؟ ايوا حشتي دابا وهذا راه عايق بك، هذا راه من فرنسا، هذا الاستاذ السي هذا راه ولد مغربي مقيم في فرنسا، صديق ديالنا متتبع، هو راه قال لك شي من تما جايبنا هنا دابا بالهدوء ياك. لا هو من تما وغادي نديرو السيركوي ونطلعو باقي نرجعو للمامونيه. رجعو للمامونيه ايه عمر راك عبورتي من مراكش. شكرا. وقول لي يديك الشارع محمد السادس. راه قلتها له محمد السادس اللي فيه قصر المؤتمرات، كان شارع فرنسا سابقا. وانت راك متبعه؟ ما عندي ما تتبع. شهيتينا بالكوتشي ولا بالكوتشي؟ مرحبا. ايوا لا حنا كنديروا لك الاشهار. هادو لي بواط دو ماروكي، هادو هنا لي بواط دو نوي. ايوا غنقول لك ما نديروش لهم الاشهار ياك، عندهم الرواد ديالهم. سير سير ايه سير ايه عندك ما تايا وما عندك ما تغشاه، عباد الله راه معاك هنا كيقول لك دوز من الشارع الفلاني باش تعرف راني راه عندي صحابي راهم حاضرين معايا واخا انا خارج على الرباط. وقف سير قال لك لا محمد السادس. خلاص هذاك الاولاني. الاولاني محمد، لا نورمالمون كنا في محمد الخامس. ومحمد السادس هو اللي دابا الان. محمد السادس هو اللي كي نعم ايه محمد السادس هو اللي كان شارع فرنسا سابقا. وين كان شارع فرنسا؟ كنا كان في رمضان كنا نجلسوا فيه ملي كنا هنايا. سير هادو مولفين الطريق مولفين السيارات هاد سير الحمد لله. المهم تقدر سير انت ما بارك الله فيك. والمهم انت راه السيد اللي قالها دابا اسمع السي المتوكل. السي المتوكل راه دابا قال لك انا لا ما بسيت حتى مشيو ليه فيديو 50 ياك. هو دابا ولينا دابا ولينا في حسابات ياك. دابا حنا واه دابا السي راه فرنسا قال لك دوز دوز البلاصه في البلاد. وانا ماشي شغلي انا دابا براسك هو كيهضر معاك من راه دوي يصيفط لك هو باروا فاكاش ولا شي بيناتكم واحد النهار واحد السيده جات مختاريه جات معاهم مهم هنا كامله وهي تجي هي سيركوي من بلاصه اخرى وصلنا بعد فتره مهمه بحال هكا جات غادي تصل معايا ولي نجي نمشي لينا بريسيا كي بعثات لي هي وعلو بعدا قالت لي تجي لنا بريسيا بغيت كتاكل فيهم بدات تعيي فيا ماشي قالت لك اش جات البلاصه ما يدوش فينا وانا زعما انا اللي طبيت الدور هكا هادشي ضروري ندوز من هنايا حتى هي صبري بغيت نخرج على الشارع هنايا بغيت بغيت تسلم ملي شاف الشارع بدا تسمع ما باقيش هضر انا لا مالو ما تسكتش انايا ولا يا خويا كذا ولا يا حبيبي ليش غير تطرف عليهم باقي باقي فلوسك جيت تخليهم عندك ما تعطيني انا والو ما تعطيني ما نعطيك معاهم تراني متجوز كذا وصلت تما قوم جات تشوف هذاك الشيء زيد هذاك الشيء هي تما بديت عاوتاني على صوفيا تي سميتها وهي تنشا فين قلتي غادي دابا؟ غادي دابا المنارة مول منارة مول مول ايوا سيدي مزيان وصافي غلبك غلبك السي المتوكل ودرتي بحسابه الله يجازيك بخير قال لك مرحبا السي المتوكل تبارك الله عليك ايه سير ايه او لا العريشي حتى هي متبعنا تبارك الله عليك ايه يلا سير ايه ايه ايه
دابا كتهلا فيهم شي كيباتو عندهم شي استابل ولا كتسولا كيبات سوزابري يعني مطي ها عطيك فكرة عام دابا كوتشي القصة ديالو كيبدا كوتشي هو كريمون كانت تخرج من القصر نعم فابور كيعطيوها الناس اللي ما بحالهم وكذا وكيتوسطوا لهم كياخذوا من القصر يعني كريمة حتى هي كريمة طاير شريف تاع الحسن الثاني كيخا تعطي ديك الساعة نعم من بعد ولا الكوتشي كيخدم مع السياحة صافي هي تلونصا الكوتشي ولا خدام مزيان ولا طلع في الثمن ديالو ولا وما بقاش مازال كريمه لا هو كريمه ضروري خص الكريمه رخصه رخصه ديال رخصه غير من عند الجماعه لا من عند العمل هي راه هي كريمه حتى هي بحال 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 لي طاكسي بحال صافي هي فيها جوج طاكسيات كريمه تكون شي وصله دابا 80 مليون واحد الملاحظه اخرى وملاحظه في الصميم لا كاينين الكوالا لا سي المتوكل لا كاين ها هما تحت كاينين لا كيهضر على الشواكش نو كاينين لا الراجل كيحترم المعايير والحفاظ على البيئه لا شتم انا ما بانوش لي من بعد لا كاينين صديق البيئه قال لك اسيدي الكوتشي صديق البيئه وي دونك كتحترموا هاد يعني هاد قضيه النظافه الحمد لله ما كتلقاش هذا احسن حاجه في مراكش هذاك الروت ما كتلقاوش في الشوارع ومزيان هو داير له فعلا لاحظت هيا كاين الاكياس هنايا اللي عبر عليهم السي المتوكل بالشواكش دونك الله يجازيهم بخير وهذه راه مراكش راه بلاد نموذجيه في النظافه صح سير هذا من رامول هذا مينارا مول سير هو هذا احنا في شارع محمد السادس محمد السادس اطول شارع في افريقيا هو ايوا نزولا عند رغبة الاستاذ تكون 14 في وسط المدينة ومع هو تلاقى مع المتوكل راه جابنا كان غادي يغشنا واقيلا ياك لا قولي هذه السيفوي كبيرة كنقولوا حنايا ايوا سيدي بارك الله فيك شكرا خرجتي عندنا سي المتوكل جبنا فيتي محمد بس بعدا اش قالوا لا؟ قال لك اسيدي راك خرجتي عليه خرجتي على السير ولا داير السيركوي طويل وبغى يزيد في الثمن واي ايه تجي لا واخا يجي عايق بزاف ما تقدش عليه المتوكل عايق اي هذا كان اوتيل الله يبارك فيك اخي المتوكل شكرا هذا هنا هذا ديال واحد مصري ياك من رامول تزنا عليه قبيله تزنا عليه ملي كنا جايين هذه الطريق اللي جينا معاه في الاول لا جينا من هنا وبغينا نخرجوا للمولاي ابراهيم فعلا شفنا امس ميز وبان لنا واحد ديال المطار هنا كنا غادي نخرجوا من هنا صدقنا طلعنا حتى للفوق وعاد شدينا اذا هذه باش نمشي للمولاي ابراهيم وامزميز وتحنا وكنا ندوزو من هنايا تمن هذه ولكن هذه لا هذه عاد عاد ثاني لهذه نفس الشيء اذا حسن كنا نمشيو نيشان ثاني عاد باش توصل هذه من ثاني صافي صافي داكور وحنا كيسحب لينا راه المراكين علي من دابا راه المراكين الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه او منظر عجيب هنايا فعلا عندك الطوموبيله هذه الله يعطيك الصحة شكرا صافي صافي هذا شارع المنارة والمنارة هي كتبنا فاصل غير عندنا شوية ديال الريبلي ديال ما عرفتش أنا علاش الأضواء كتأثر على الكاميرا هنايا ما راه قدامنا واحد يعني على طول الشوف ديالنا كتبنا المنارة بمعنى أننا كنتجهوا نحو نرجعوا للنقطة ديال الانطلاقة ديالنا اللي هي جامع لنا ديال لي بيرني مازال ويلي انا هادشي كنتمع هو هذا هادي زياده هادي الزياده من راس الحمق هادي ماشي هاد البلاصه هاد السيد اللي نوض عليك النحل ولكن مزيان انا راسي هبطو عندك راه دابا كيعرفك ها راه شافك دابا غادي يشدك كيبان لي هاد الراجل هذا طيب ما بيه شيء عندك هذيك الشكليطه
تحيه. لا لا مازال غادي ندورو. هذه فريميجه. فريميجه حيت عندها دابا هذه غير سميت هذا سميه لوكال سميه محليه. كل حدا فريميجه. نعرض نعم شكرا الله يبارك فيك. هي جردة فريميجه. ودابا انتم عندكم هنايا لاحظت انايا مراكش اللي لناو سخون وبلاد اللي كلها خضراء. حنا طبيعة الحال ولكن راه واحة راه عندكم الحرارة مفرطة هنايا في الصيف وعندكم البرد ولكن مع ذلك تبارك الله مهلين في عندكم الخضرة تماما عندكم الجمالية في الشوارع وفي كلها هذا الشيء في المدن ديالنا الكبيرة بحال الرباط وسلا ما كاينش هذه المساحة الخضراء وما كاينش تماما والنقاء انا كنشوف النقاء يعني تبارك الله حتى الناس دابا تحشمت لحشي حاجة تماما هذا مراكش نموذج في النظافة الصراحة حنا كنمشيو ما كتبان لنا شيء يعني بغض النظر على بعض المدن الاخرى اللي فيها الفوضى وفيها يعني كاين حتى الشركات كيتنافسوا داخل حتى المنافسه في العمل يعني نعم الله يعطيكم الصحه هذا هو هذا الان حنا من هنا زدنا قبيله من هنايا تماما انتم عندكم نفس العقوبات ملي كتسائل الى حركتي الضوء بحال السياره هذا تسمى ظلم هذا ايوا نحبسوا اخويا لا ولا شوف هادشي علاش علاش ظلم علاش كتضو الضو بحال بحال متفق معاك بحال بحال لان الضو غادي تدي واحد يعني غتخلق اشكال غتخلق مشكل راس كل واحد اخر نعم اما بالنسبه انني ناخذ لك اليوم من شي قن مثلا بحال هكا في خط متصل انا ما عندي لا محرك لا شي حاجه انا هي بعين بيت نوقف ما غادي نعرق لا سوى حتى حاجه ويجيبوا لي شي عمر لي 150 درهم دون شويه دون ولكن راه كتربي الناس اللي ما كيحترموش القانون لا مثلا واحد مونطوموبيلي اما انا ترونسبور عندي الحق الوقوف والتوقف يعني حنايا انا راه الاشارات ديال الزابور وانت سيرتي ما نوقفليكش لا بصح بغيتي راه خذ لك كلشي من جامع فلا ما يمكنش هادشي باش نعيشوا حنا هاد المشاكل هادي الله يعطيك الصحه يعني كيقول لي او مثلا ما بالنسبه للمونيمو اللي كاينين في مراكش بحال القصر البيجي والباهيه وكذا يعني ما كاينش مكان ديال الوقوف ديال العربه والكليان تماك فين كيكون يعني داك الزاف خصو تركب انت وليا خصو انت تمشي معاه اذا يعني ما البوليسي ما كيساعدش ما كاينش نقولوا انت راه بغيتي تهز وتمشي ماشي غادي تبقى ستاسيوني غادي تهز وتمشي انت راه داك البيرمي 150 درهم هاكا تقول موعد انت بغيت تاخذ 150 150 درهم تخدم طابور هذه بعض الاكراهات بعض الاكراهات ديال المهنه نتاع كوتشي ولكن كيبقى القانون الا تطبق راه حنا لا اذا كنا حنا بغينا نطبق على القانون اش نقولوا حنايا مزيان انا فهمت الموضوع فهمت شنو القصد ديالك ولكن اعطيني انت قول لي لا سؤال دابا هاد الشيء هذا كيبين بانكم متشتين ما كاينش عندكم نقاب ما عندكمش يعني مثلا الامين والنقابه جمعيه ايوا هادو هما اللي كان المفروض انهم يعني هاد الناس هادو هما دايرين هاد الشيء باش يحميو مصالحهم الخاصه لا الله يرضى عليك شوف المجتمع الان المدني عنده دور ديال المرافعه ديال المراقبه ديال المصاحبه والله يرضى عليك اسمع لي هذا القطاع هذا ديال الكوتشي تنعاود لك علاش اللي كيدور عندنا حنايا اي ولكن واخا هاد الناس اللي تيمبيعونا نعم هما اللي دايرين الحظوظ في القطاع دايرين الفوق هما يعني الممثل دابا اللي خصو يفرض انه يحميك عليك ما غاديش ما تيدافعش عليك وهذه هذه هضره خطيره هذه كتقولها فهمتي هذا تحمل مسؤوليتي فيه انا هضره زعما لا 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 تهضر معاك لان علاش انا دابا مشيت درت طلب الوالي ديال الجهه الله يعطيك الصحه باش اننا نقننوا هذا القطاع هذا الله يعطيك الصحه عنده واحد القانون داخلي فهمتي اييه واضح تيمشي عليه كاع يعني كاع الستاسيونات كلهم مرات نعم اللي هو التناوب مثلا نعم. ويكون حتى الجوده ديال داك اللي تيصوب ديالو الهدم ديالو كذا الله يعطيك الصحه والجوده ديال العربه والخيل ديالها نعم عاد باش ديك الساعه الا كنا نطالبوا بشي حاجه يعطيوها لنا ديك الساعه غادي يعطيوها لك اما انت فاش يشوفك فوضوي وعشوائي شي ثمن اللي هو خيالي نعم وكتعامل شي تعامل اللي هو سيء مع الزبون نعم بغيتي هاد الناس هادو يعطيوك شي حاجه وانتم ما عندكمش كلمه واحده يعني هاد مثلا دابا حنايا ما تنحترموش بعضياتنا في التناوب نعم. كاين واحد تنقولوا حنا عصابه كيدخلوا عندك هذاك السيد اللي ورانا كيدخلوا الجامع الفنا معليش نعم فهمتي تيدخلوا الجامع الفنا وتيهزوا كليان
أيه؟ بدون يعني بلا نوبه بلا حتى شي حاجه، يعني هو كيتجاوز انك كاين ستاسيون، كاين اللي فيق مع ستة الصباح، كاين اللي فيق مع السبعة، كاين اللي بيت تما. نعم. وكيجي هو مثلا مع العشرة الصباح ولا الحداش، وكيدخل جايبت الساحة، والساحة مع العلم انها ممنوعة. نعم. وكيمشي وكياخذ الكليان وكيمشي يدي هادو ويعاود يجي يدي الاخرين يدي الاخرين، في العشية تلقى هو معمر جيبو وانت باقي ما درتي والو. سير ايه يعني هذا الشيء الى سمعتي. نعم هادو هما اللي قلت لك متزعمين هاد الحنطه ديال هاد القطاع، تيقولوا باللي راه هما تيهضروا عليه وهما ما في صالحهمش القانون، لانه الا جات تمنع عليه صحه الجامعه فينا وتمنع عليه بلايص اخرين انه يجي يشد النوبه مع الناس، ما غاديش يصور الفلوس. يعني هو تيبقى ديما هو اللي مسيد ان النقابه ديال الجمعيه ديال كذا. نعم. ولكن هو عنده ماذا كيطلق عنده ثلاثه. نعم. المكتب ديالهم تلقى ديالها. لاحظت بان كاين واحد الباركين ديال البشكليطات دابا راه شي حاجه ساهله فيها. نعم. العافيه هنا. اه بون لك لاحظت بانه اذا سمحتي قبل لاحظت واحد المجموعه ديال اي هادو تيتكراو مزيان يعني هادو عافيه. كاين شي حاجه شي عافيه شعلانه ياك. ايوا لا اله الا الله. هذه ما تكون هي شي حاجه. الله يستر الله يجعل السلامه. نعم ايه ايه شتو حابسين الطريق ياك؟ واش تحت الدقان لهذ الجهه؟ ايه ايه سير. ايه عاود ثاني. كاين شي حاجه ياك؟ اه شاعله العافيه. في الكلوب ياك؟ دونك ما غيرنا الطريق. غيرنا الطريق لانه كاين واحد حريق ما بغيتش مازال نوجه الكاميرا لانه كاين رجال الامن وكاين بزاف ديال هذاك الحادث ذاك العام وسببها هو. نعم. سلكتات وربما تمسك كهرباء وربما بفعل فاعل. لونتخي ديالها فاش وقع بحال هكا. اذا اللي قلتي بانك كاينه فوضى اللي كاينه فوضى في القطاع وكاين الناس اللي ما كاين واحد اللوبي اللي ربما ما ماشي في صالحه انه يقنن هذه المهنه هذه. لا مشيت درت انا لقاء مع الكاتب العام ديال ولايه الجهه. نعم. ديال مراكش. اييه. وقال لي سيروا انتم كمجتمع مدني ديروا. قلت له فوالا اطروا راسكم. قلت له انا مهني ما تنمثلش شي جمعيه ولا تنمثل النقابه ولا شي حاجه. انا مهني يعني الناس ديال الحنطه قالوا ياسر الناس ديال القطاع قال لك سير فاضر علينا حنايا. قالوها لك. ولكن بالتوقيعات ديالهم بكل شيء. نعم نعم. بانهم بغاو المعقول بغاو القانون بغاو انهم يخدموا بشكل. شوف راه كاين كلين وطين تحبسوا. الى سمحتي جيتك هنا حتى لهنا الى حدود هذه الهضره ديالك كنلاحظ بان حتى الجهه المعنيه المسؤوله الجهه الرسميه كتقول لك سيروا تاثروا اجي هضر معايا. ايوا هذا الشيء اللي قال راه اذا سيروا تاثروا. ايوا سيروا انتم دوك الناس اللي كيمثلوكم هما اللي غادي يقوموا بسميتهم. ايوا هو هذا. ملي تنصدمهم انا وتنقول لهم باللي راه هذوك الناس هما حاميين مصالحهم الخاصه صافي كيتفاجئوا حتى هما تيقول لك ما يمكنش. تنقول لهم ايوا هاكين وهاكين هاد الناس هادو حيت حنايا اش درنا تم لقاء ديال جمعيات مع السيد الوالي على اساس انهم يخرجوا بشي قرار تيلقاو باللي انه لا امين ما كاينش وكل جايين جمعيات وكل جمعيه تدافع على اهدافها. ويقول لهم واش ما عندكمش الامين ديالكم فينا هو وحنا عندنا الامين ولكن الامين 4 سنين هذه هو مريض. يعني هذا الامين هذا مريض ما كيزاولش المهمه ديالته اللي هي الامانه. ايوا ديروا على الاجتماع. درنا دابا حنا ملي مشينا طلبنا باجتماع كمهنيين. أيه. انا كنت في اللجنه التحضيريه انا رئيس ديال اللجنه التحضيريه. نعم نعم. مشيت. يعني خديت الامور ديالي اللي هي داك الشيء اللي عليا خصني نديرو خديت الموافقه من السيد القائد ديال جهه الكليز على اساس انني شد الغرفه عطاتني ديال الصناعه التقليديه. عطاتني باللي راه غادي باش نحضر باش يتم الاجتماع نهار 22 الجمعه في شهر 3. يعني كلشي دارت الامور مزيانه. نعم. حتى تلقى باللي هادوك الناس مشاو وخداو واحد اللائحه ومشاو عند الناس تيقولوا لهم واش بغيتوا لامين يكون واش بغيتوا لامين تيقول لهم الناس راه بغينا لامين على نيه حسنه. وكيقول لهم سيني ولايه خداو واحد اللائحه فيها شي 100 واحد ومشاو حطوا عارضه باللي راه عندنا الامين ماشي كيف قالوا للناس مشاو قالوا عارضه باللي راه عندنا الامين. هذا يعني تحايل على القانون. تحايل على القانون. حنا دابا طعنا في هذيك اللائحه لان الناس جاوا قالوا لا راه حنا معاكم ولكن منين قالوا لنا واش بغيتوا لامين تحبنا هما حتى هما غير يعني هما مشاو حطوا انه تعرض على ان ما بغيناش حنا يتم الاجتماع حيت هما كانوا تيخافوا من واحد السيد يكون الامين ديالنا لان واحد السيد غالب عقول وكذا قلنا هو اللي غادي يكون الامين.
هما ما بغاوش هذاك الشخص ماشي انه هما آه. تيضربوا من القانون واش نقول لك والله الا الناس عاونوه الاداره ما عليهاش هي شدات التعرض اتصلت بيا قالت لك اجي راه كاين تعرض كذا 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 سير جيب لي شهاده طبيه باللي راه دار السيد لقيت تقول لي جيب شهاده طبيه جات لقيت باللي راه داك السيد راه مريض اه نعم وجيب لي واحد من المكتب القديم ديال الامين واش غادي نقول داكشي اللي درت انايا ماشي نعم. جبت هذا الطبيه بلي راه داكشي هذاك فيه فيه زهايمر اللي مريض ما يشافش ايوا ايه ويعني ما يمكنش يزاول المهام ديالو ومنين حنا دابا طلعنا ما بعش وليت تنطلب انا دابا من هذوك الناس اللي تعرضوا للقانون منين قعدت مع نائب الكاتب ديالهم تيقول لي سيروا ديروا ملي قلت له هذوك الناس راه هما اللي داروا ديك العريضه نعم وكنا هما اللي كذا كذا راه هذوك الناس تيضربوا من القانون وانا تنوعد الناس وتنقول لهم بانني غادي نبقى ناضل على هذه الفكره تاع ان يكون قانون داخلي للحنطه ولو انه ما عادش يوقع في هذه الجنايات تبارك الله عليك هذاك الشيء غادي يعطيو هنا غادي يعطيو وانا تنقول لك لي انت دابا تنقول لي العام الجاي تقدر تجي تلقى بانو كبير فيه الثمن فيه بيجي تمشي فيه بيجي تجي كذا ما بقاش بيا نقولوا حنا مولك كلشي شفار مولك كلشي حشاش مولك كلشي حنا ما بلاش نعيشوا في الجيش نعيشوا على وضوح الله يعطيك الصحة كيفاش سميتو قلنا حنا ديال بقا نهضروا ونديروا فورماسيون للدراري اللي ما كيعرفوش باللغه وكذا كاين شي زك اللي ما تعرفين تقول لي يعني التواصل فعلا هو راه مولك كلشي بحد ذاته مرشد انه راه هو مرشد خصو هو الله يعطيك الصحة الله يعطيك الصحة خصو كان ولد المدينة ولد البلاد وحرفة زوينة الناس ما تعرف يعني هاد مولك كلشي فاش كتجي تتعرف بالبلاد ديالك وانت مرتاح ما كاين حتى داك الكليان حتى هو تيبقى بخاطرو تيمشي وتيبقى ما يعاود لا فلان تيعاود يجيب لنا السياحة وقف اوقف اذا اللي فهمت انت جبتي مني الهضره لا سبحان الله العظيم انا حيت كندير ديما التدوين وماشي جبت منك الهضره ولكن هذا جوله فعلا كانت حنا باغيين استفدنا يعني حيت اننا شفنا دابا مزيان هذه جوله ليليه مزيانه ولكن في نفس الوقت تعرفنا على الاكراهات ديال المهنه والمشاكل ديالها وداك الشيء كان غير عفوي ما لا دابا انا وصلت دابا الاثنين غادي نمشي ان شاء الله عاوتاني باش نحط قرار حيت هذا الشيء عنده قرار ديالو اييه باش نقول لك يعني مازال باقي متبع القضيه كاين قرار قرار 230 هذا 1935 مسلم أيه. فيه القلاوي وشي جنرالات من الفرنسيين يعني قانون قديم كلشي راه بعدا راه تراث راه اكثر من صح صح صح, صح, صح اكيد اكيد يعني علاش تنقول لك بلا ما كاين لا دعم لا والو لانه حتى هو خصو يجي دعم ديالو سنويا ولو انه ولاد الخيل ماشي المولاه ولا شي هذا الحيوان هذا الله يعطيك الصحه ياك بالنسبه لانه لامين هو طاهر شريف تاع الحسن الثاني دابا الاداره تتقول لك بلي راه مين بقى عرفي ما بقاش عنده ديك ما كاينش اللي يحميه قانونيا يعني الوزاره الداخليه ما تتحميهش هاد السؤال نعم يعني بمعنى انا لغات هذاك المتحسب صافي لغات الحسبه في الاداره ما بقاش سميتي على سميتها الحسبه ولكن الطاهر راه داير شريف راه من عند راه كيبقى دائما ساري مفعول ودائما وحنا دابا نهار الاثنين بغينا نديو هذا القرار هذا نعم. ونديو الطاهر بانه باش حنا بغينا نفعلوا هذاك القرار والقرار فيه شي 10 الاوراق كلهم يعني كيتعلقوا بالكوتشي ما يخص النظافه ما يخص الكوتشي ولا كيفاش يتسرب الستاسيونات كيفاش يكونوا نعم وهذا ما كان ما عادش يقول الاخوان تاعهم وكل شيء المهم كيشكروك لان كانت اخر ملاحظه هي هي الشاكوش ولكن هو السيد اللي معنا الان المباشر من فرنسا السيد المتوكل تيقول لك راه مازال غنجي نتعرف عليك دابا راه شافك سمعتي راه عيرك راه شافك راه دخلك للميموار ورد بالك تيوقف عليك شي نهار وعلى محل والله الا المهنه فعلا عندها دابا المشكل مشيتي كتلقى ضروري عندنا اكراهات وكاين مشاكل ولكن ان شاء الله بالصمود ديالكم وب انت كيبان لي واحد الراجل ما غاديش يتفك ما مفك انت مناضل الحق هذا انت مناضل الحق حنا غادي نصلوا والله الا كيعجبوني الناس ديال النضال مهما انا نعرفك بنفسي نعم انا انسان مصراحي اللي كان ممثل انت بعد هذاك الشيء راه كنشوف انا كتبان لي هذا الطربوش ديال الفنانه راه هذاك الشيء علاش انا كنجي انا يعني مهتم بالمسرح بزاف 12 سنه وانا كنزاولو
مسرح وشاركت افلام يعني سينمائيه معروفه. شنو الاسم ديالكم؟ محمد الحسناوي. شنو هي الاعمال اللي شاركتي فيها؟ هذه جديده. القعقاع بن عمر التميمي شاركت في عمر، مسلسل 30 حلقه يعني معروف هذا. هذه جديده هذه. اوه هذا المهم. نعم. شاركت في مسرحيات بزاف يعني في عيشه في ولاد الفنا. المهم مسرحيات كثار اللي كاين. الله يعطيك الصحه. مع جمعيه ابعاد ودرنا تورنوات في المغرب وخارج المغرب. سير. ما عندي ما يتسال. انا ولد الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان سبع سنوات يعني كنترمرت معاهم المسرح في اطار القانون ديالهم كيفاش يخدموا هما في الجمعيه. كنت ندير السخريه شويه وكذا يعني راه معروف حسن كاين. ايوا سي ودابا راه هذه مفاجاه ديال هذه الليله. الرجل ليس بسائق كوتشي ولكن هو فنان مسرحي وكما جاء على لسانه عنده شارك بزاف ديال الاعمال الفنيه واللي عندها صدى وطني وحتى يعني خارج اش من القعقاع بن عمر التميمي هو مسلسل سوري تصور في المغرب وتصور شويه في الاردن شويه في ومشيتوا معاه حتى انتم نفسك نقلتوا معاه ولا لا؟ لا قلنا عليه لا ما خرجش بمعنى انه خدا واحد الصدى يعني عالمي يعني بالنسبه للمشاهده والجوائز ديالو راه تبارك الله كثيره وراه معروف اللي بغى يشوف فرصه يدير اليوتيوب ويدخل القعقاع قلت القعقاع بن عمر التميمي. ما تبارك الله عليك. اوه هذا بغيت نشوفها بدور فيه راه الحلقه خمسه ارا ما تخرج ما عندي ما يتسال. ايوا انا بالصدفه كنتلاقاو وكنكتشفوا ان الراجل للاسف انه مراكش الرجل فنان وموهبه تبارك الله عليك. ولا يمدي احنا مازال احنا تنتواصلوا معاه معني اذا اللي حتى الان مازال دابا ممكن الا تعيط لك على شي عمل فني غادي تسمح بالكروسه وتقول لهم يلا الله يعاون. انا تنخدم نهار وتنجلس نهار مزيان عندي ضروره باش نمشي للجمعيه ونمشي مزيان هو المسرح كنعيشو في حياتنا كلها تمثيل هذا مثل عليه حنا في الحياه اليوميه طبيعة الحال هو المسرح مع الكليان ابو الفنون وصل عليها كتولي معاه في المسرح المسرح مع الكليان تماما هنا اللي كل هذا تمشي معاه والله حنا دابا درنا مسرحيه انا وياك مرحبا انا مسرحيه هاد انا دابا الان انت هو المخرج انا هو المخرج وبصح لان غير خصك تعرف انه فعلا كندير هاد كندير التوثيق راك واخا لاحظتي بانه حتى انا ما انا غادي نستانس معاك وغادي كندير شويه ديال التوثيق في الفضاء ديال الفيسبوك كندير معروفه عليا لانه الاخوان اللي متبعين عندي كندير مباشر ديال ما هو ثقافي يعني حتى الاعمال في المسرحيه كان يعني ما هو ثقافي الا كانت اوسيات شعريه مسرحيات ديال ولكن المسرح ديالنا كنا كنديرو تماما فعلا وخليني نكمل لك بالنسبه للمسرح كندير التغطيه ديال الشباب ديال ديك التجارب الاولى ديال الروك فهمتي نتاع كتكون دار الشباب وكتكون بعض بالتالي هذا هو فهمتي كنعرفو بهذا الشباب وبهذا النوع ديال الفن وبالصدفة كما سبق لي أننا كنكتشفوا هذا الرجل هذا مضينة عجيبة يمارس وهذا هو اللي مزيان في الفن لأنه واحد شحال ديال الفنانة كيكتشف يعني يقدر يعيش على الهامش الفنان إلا مشى بقى مقابل غير الفن. نعم هذه تمام نحن عندنا سميتو هنايا إذا كما قلت لك الفنان دائما خصو يدير واحد ضروري لا لأن الفن في البلاد ما تيوكلش ما تيوكلش إذا خصو واحد أنا كنت بغيت نمشي ضاحية أنا واحد لقيتها ملي وليت في التلفازة صافي وليت قلت تيقول لي أنا شفناك كذا يعني وليت بيت ما باقيش يعني بيت بقايا في الفن ولكن ملي نعم إذا هذا هو الحب ديال في البلاد إلا بغيتي تكون فنان حتى خصها تكون اون باراليل في يعني خصك تصاحب هذا الفن ديالك بمهنه او لا بحرفه اللي مره مره خصك تاكل يعني في حاله تبقى الناس اللي هما رويده الشكور هي المهنه تبارك الله عليكم. شكرا سي مرحبا سي متوكيل والاخوان اللي كانوا معنا على المباشر وكنشكروا الاخ اللي كما قلت لك هو في البدايه كيبان انه سائق كوتشي عربه مجروره ولكن في يسكنه فنان فعلا كنكتشفوا هذه الشخصيه اليوم بالصدفه وكان لسان حاله يقول اننا في ضيافه الموثق عبد الكبير النافور دونك ليله سعيده والى لقاء اخر ان شاء الله